اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دولي بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين وحشيني جدا 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 قبل نبدا فيديو النهارده ما تنسوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال ايوه هنتصل النهارده يا ابطال بسلندر مان الشخص ده عايز اقول لكم يا ابطال انا كنت متحمس جدا اتصل بيه واخيرا يا ابطال جه اليوم وجه الوقت وجه المقطع اللي انا بصوره قدامكم دلوقتي يا ابطال وهكلم سلندر مان متحمس جدا معلش بصح يا ابطال طريقه سلندر مان ازاي يعني انا هتعامل معاه ازاي ايه الاسئله اللي هسالها له حاجات كتير قوي بفكر فيها دلوقتي متحمس جدا قبل ما نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه يلا بينا متحمس جدا ليتس جو سلندر مان حبيب قلبي والله والله خايف والله انا من اولها خلينا نقول له وات يعني واتس يور نيم انا هبداها كده يعني انا شايف ان انا ابداها على طول كده واتس يور نيم على الهادي تمام ما كتبش من اول واضح اللي هو ايه يعني هو فاكر ان هو يعني ان انا ما اعرفوش يا عم انت مشهور قوي ده انت مشهور جدا انت ما تعرفش حاجه طيب خلينا نقول له نعمل له علامه استفهام تمام يمكن يكون ما شافش ايوه كده يمكن او ما وات ثانيه لا 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 هو ده بجد ولا ايه؟ بيقول لي تعالى عشان تتناول العشاء معايا يا ايبي جيمنج 707 اول مرة حد يبدا معايا الشات يقول لي كده يقول لي ايبي جيمنج 707 على طول ثانية يا ابطال اقول له انت ازاي بجد يعني كيف يعني ثانية يا ابطال بجد هو كيف عرفت اسمي؟ على طول كده على طول كده بجد يعني اللي هو تعالى كل معايا ايبي جيمنج 707 اللي هو ايه يا عم انت في ايه ده 707 جنم جاب هذا خطا ثانيه يا ابطال عشان هو واضح اللي هو بيخليني اعمل حاجه وانا بخاف بصراحه من سلندر مان بقول لكم انا اول مره اكلمه اول مره قلت له ذيس از ا مستيك يعني دي غلط كده اسمي مش كده هو ابطال بيحاول ايبي جيمنج اي ام سو كولد هيلب مي ايه ده انت سقعان اوكي اوكي هجيب لك غطا طيب ولا اعمل له ايه طب ابطال انا مش عارف اقول له ايه هقول له ابطال ازاي اساعدك يعني كيف اساعدك تمام يعني انا بجد ابطال عايز اساعده تمام ولا يعني انا بس مش عارف ازاي اساعده اجيب له بطانيه يعني من عندي هنا ولا ايه مش عارف ايه ده هي دي صوره دي ولا لو دوست عليها يحصل حاجه ايه يا ابطال بعت لي الصوره هو بعت لي رساله فاضيه انها رسالة فارغة هي فعلا يا ابطال يعني رسالة فاضية ما فيهاش اي حاجة هو اكيد بعتها بالغلط عادي عادي اكيد بعتها بالغلط يعني تمام ولكن يعني حاجة غريبة انه بعت رسالة فاضية اكيد بعتها بالغلط عامة يعني ايبي جيمنج طب ازاي اوكي اوكي طيب يا عم ماشي يا عم انا والله معاك اوكي كيف يعني ازاي انا مش انا عايز اساعدك صدقني عايز اساعدك هاو ازاي او ماي جاد سلندر مان بعت لي صوره من الواضح اللي هو في المكان ده دلوقتي وبيقول لي انه عنده الجو ساعه تلج اقسم بالله وعندي هجيب لك البطانيه واقعد لك بيها يعني بالظبط اهو بالظبط عشان ابين لك ان الجو عندي تلج بس انا يعني بصراحه مش تلج قوي يعني لان انا قافل عندي الشقه بصوا انا قافل الاوضه كلها عشان ما احسش بالسقعه يعني والتلج ولما بحس بقوم لابس البطانيه لا لا بس ايه ده خلونا بس نركز في المكان اللي هو بعته لنا ده يا ابطال لان المكان ده من الواضح ان هو يا سوبر ماركت يا كافيه يا مطعم يا حاجات من الثلاثه دول ولكن هقول له ثانيه يا ابطال هقول له هل هذا مطعم تمام يا ابطال انا هقول له دلوقتي هل هذا مطعم تتوقع يا ابطال يكون ايه يعني المفروض هو بيقول لي الحقني والجو برد فاكيد يا ابطال هو في المكان ده بيبعت لي صوره او ماي جاد هو ده سلندر مان على ما اعتقد هو اوه ثانيه يا ابطال والله ابتدى تخاف هل هذا انت ثانيه يا ابطال انا هو يا ابطال لو قال لي هو يا نهار ابيض يا ابطال لو قال لي هو بسم الله بسم الله انت ولا مين والله خايف انا خايف انا خايف بسم الله هيبعت صوره تاني نعم ايه ده يا جدعان انا ما بحبش الصور انا والله العظيم بخاف يا جدعان طب وبعدين يعني هذه اقول له ابطال هذه صوره مشوشه يعني انا مش شايف هذه صوره في حاجه يعني في الصوره مش باينه ولكن ابطال الشخصيه دي ابطال غير الشخصيه دي ده كتب لي بسرعه قوي ايبي جيمنج 707 707 ايبي وات انا مش عارف انت عايز مني ايه بص بص يا ابطال من السرعه اقسم بالله كتبت اي حاجه انت عايز مني ايه طيب ثانيه يا ابطال هو عايز مني ايه بعت لي او ماي جاد ايه المكان ده انا حاسس يا ابطال المكان ده ابره او حاجه زي كده هقول له او بص يا ابطال اقول له ما هذا المكان تمام
بصراحة أبطال سلندر مان من الواضح إن ده يكون أغرب شخص إحنا نتكلم معاه في السلسلة بتاعتنا أبطال. إحنا لسه السلسلة ما خلصتش، ده إحنا لسه بنبتدي على فكرة أبطال، ولسه ما شفناش أي حاجة من سلندر مان. وات إز يعني زيز بليس، ومش عايز يرد عليا. هقول له إنه مكان مخيف، أنا عايز أبطال يتكلم معايا ويستريح لي، لأن هو أبطال قاعد بيقول لي كل شوية بجيمنج بجيمنج، وهو عرف بقت لي نقط مش عايز يقول لي. اقول له مش عايز هو يا ابطال، مش انا اقول له اشرح، انا اقول له دلوقتي اشرح لي ايه المكان ده. هو يا ابطال واضح ان هو مش عايز اصلا يشرح يعني ليه، تمام. ولكن خلونا نشوف يا ابطال. ليتس جو بيجيمنج، ليتس جو ايه يعني اذهب الى اين، يعني انا مش عارف بصراحه ان انا اروح فين. انت عايز دلوقتي اروح فين؟ هو ايه اللي ليتس جو بيجيمنج؟ سواء خد عليا اقسم بالله، حسيت السلندر مان دلوقتي صاحبي وصديق. او ماي جود، ايه الصورة الغريبة دي؟ مكان شجر وهو واقف في النص لا 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 لا. اقول له من هذا الذي في الصورة امامي؟ مين يا ابطال الشخص ده؟ الشخص ده يا ابطال هل هو نفس الشخص كتب ايه ده؟ ثانية، وات ده بيكتب الرسالة وبعدها يمسحها. ووو، كشفت على عيبك. يعني انت مش بتكتب رسالة فاضية، انت بتكتبها ها لقد حذفت الرسالة، تمام. انا خدت بالي على فكرة سلندر مان، انا مش عبيط، ها انا يوتيوبر واعرف كل حاجة. رجع يبعت لي الصورة الاولى، هقول له هذه الصورة الاولى. ثانية يا ابطال، اقول له هذه الصورة الاولى عشان اعرف ابطال هو يعرف اللي انا مصحصح معاه، تمام. ولكن انا ابطال عايز اسأله، طب ثانية هقول له ما هو اسمك؟ نفس الصورة، تمام. هقول له هذه الصورة، تمام، التانية، تمام. هقول له ابطال دي الصورة التانية. ثانية يا ابطال، واضح كده اللي هو انا ماشي معاه خطوة خطوة، وبعدها ابطال يبعت لي الصورة التالتة، بعدها اقول له دي الصورة التالتة. ثانية حاسس اللي هو ممكن يحصل. او ماي جاد، وحيت لي نفس الحاجة، بعت لي يا ابطال اسمي بالمشقلب. هقول له لماذا تكتب اسمي؟ انا بجد يا سلندر مان انا مش عايزك تكتب اسمي، بعد اذن ما تكتبش اسمي مره تانية، لان انا بصراحه ما اعرفش يعني مش عايز، ما بحبش حد يكتب اسمي. اقول له سلندر مان. ثانيه يا ابطال، انا اقول له دلوقتي سلندر مان، هنادي ابطال باسمه، تمام. هقول له سلندر مان واشوف ايه رد فعله، تمام. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بعت لي نفس الصوره، على ما اعتقد ابطال دي الصوره. هقول له ايه؟ هقول له ماذا تقصد بهذا المكان؟ المكان ده بصراحه يا ابطال مكان غريب قوي، ولكن خلونا يا ابطال نشوف المكان ده هو اصلا يقصد بيه ايه، تمام. مش عايز يرد، كل يا ابطال ما اجي اقول له على الموضوع ده والمكان ده مش عايز يشرحه لي، تمام. مش عارف اعمل ايه بصراحه. طب ممكن يا ابطال اقول له ما هو اسمك الحقيقي، تمام. هقول له دلوقتي يا ابطال هو ايه اسمك الحقيقي، تمام. اما نشوف، حلو قوي، مش عايز يقول. ايوه بيكتب نفس الصورة. ما خطب يعني انا لا بص اقول له ما خطب هذه الصورة؟ يا عمي عايز ايه الصورة دي؟ عايزة مني ايه يعني؟ انا ما اعرفش انا كتبت كده خطب. ايه ده خطأ؟ ما الخطأ في هذه الصورة؟ انا مش فاكر والله، انا مش عارف ايه ده اللي انا كتبته ده، بس خلينا مركزين يا ابطال عشان هو بيمسح من نوع الناس اللي بتمسح الرسالة. نفس الصورة اجين. ثانية يا ابطال، انا هقول له بقى ايه؟ انا هقول له دلوقتي اجين، تمام. المفروض يا ابطال انا كده دلوقتي قلت له ايه اللي هو الاعاده دي يا باشا؟ دي الاعاده دي، تمام. اما نشوف اللي يحصل بردك. يو بقى لا تكتب اسمي مره اخرى، يعني انا مش عارف بصراحه، يعني انا مش عارف يعني بعد اذنك ما تكتبش اسمي مره تانية بعد اذنك يعني، او لو مش بعد اذنك ممكن لا لا اهدى بلا اهدى. ايوه بعد ايه الرساله دي؟ هيحذفها دلوقتي، حاسه هيحذفها. ما حذفهاش. ثانية، طب ما انا ممكن اعمل حاجة، نفس النقط يا ابطال اللي هو بعتها انا بعتها يا ابطال، بعت نفس النقط اللي هو بعتها. بيقول لي كام داون فور دي، لا 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 انا مش جعان، شكرا لك انا اكلت خلاص، تمام. انا اكلت خلاص، انا تمام وزي الفل، اللي انت تكل انت بالهنا والشفا حبيبي. يعني من اول الشات يا ابطال بيقول لي تعالى برضك يا ابطال، انها رسالة فارغة. انها رسالة فارغة. ثانية يا ابطال، ايوه رسالة فاضية. انا عارف يا ابطال اللي هي مش فاضية، لان هو ابطال بعت رسالة وبعدها بيمسحها، معرفش ليه بصراحة بيعمل الحركات دي. وبيقول لي تعالى، بص يا ابطال عشان يستريح هقول له يس اوكي، هقول له وير، تمام. هقول له فين يعني، اجي لك فين، تمام. اما اشوف يا ابطال هو على ما اعتقد هيصور لي المكان ويقول لي تعالى المكان ده، تمام. او ماي جاد، هو انت بتتعشى هنا؟
هل هذا المكان الذي تأكل فيه؟ والله لو هو ده المكان انا والله ما هاجي، انا اقسم بالله اصلا سواء كده او كده انا مش جاي، بس انا يعني لو المكان ده انا ليتس جو بي جيمنج ليتس جو ثانيه بتراخد على ده قالوا ليتس جو يلا عشان نفطر ولا ناكل نتعشى مع بعضينا. ليتس جو ده اتحمس. ايوه ليتس جو استنى ليتس جو، والله العظيم مش عايز اقول كده بس ليتس جو. خلينا نقول له وير وير يلا ماشي، اقول له اجي لك فين يعني وير نفس الكلام. طيب طلع يبعت لي نفس الصوره ولا ممكن يبعت لي صوره جديده؟ تمام بيقول لي برضك يوم هي يس ما مش عارف يا ابطال، عايز اقول له حاجه ثانيه، هو عايز يا ابطال يوصل لي حاجه ولكن ايه لسه يا ابطال ما اعرفش. تمام بيقول لي كل شويه تعالى ليتس جو فور هاي. نعم معنى الكلمة دي يا ابطال ثانية، عشان انا بجد مش عارف معنى الكلمة دي ايه، فخلونا دلوقتي يا ابطال نعمل كده. تمام المفروض اللي هو بيقول لي دعنا نذهب. اوه نزهة، طب والله كويس، ده انا اللي اقول لك بقى ايه، ده انا اللي اقول لك يا باشا ليتس جو، يلا يا باشا ليتس جو. بس فين بقى النزهة؟ ليتس جو انا دلوقتي اتحمست. يب يلا يلا نقول له يا ابطال يب حماس ليتس جو. وات نزهة، هو انت بتنزل تتفسح تحت هنا؟ او ماي جاد، لا 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 لا. سنذهب الى اي حديقه؟ يعني ايه الحديقه؟ هنروح بقى الحديقه. تمام انا حديقه صراحه يعني بعت لي مكان. او ماي جاد المكان ده واضح اللي فيه حبل، بس دي مش نزهه. لا 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 هذه ليست نزهة صحيح، ثانية عشان دي مش نزهة بجد، هو أكيد يقصد على حاجة تانية، بيحاول يا أبطال يجورني عشان يخطفني. بعت لنفس الصورة اللي كانت فوق برضك، والمفروض يا أبطال هو بيعمل عليا حاجة كده غريبة وأنا لحد دلوقتي مش فاهم. ثانية يا أبطال بقى أنا أقول له أنا كشفت حقيقتك يا مخادع. تعالوا بقى يا أبطال نقول له الحقيقة، حقيقتك يا حبيبي بانت يا سلندر مان، أنت بتحاول تجورني وبيقول لي بص يا أبطال قدامك أهو على الشاشة، تعالى بص بص يا أبطال قول لي إيه بي جيمنج 707 أمسو كولد هيلب مي، اللي هو تعالى بسرعة بقى الحقني عشان أنا بموت. وفي الآخر يجي حتى أبطال بيحاول يجورني بدي، أو مثلا يا أبطال يحاول يخليني آجي اللي أنا عشان آكل معاه الأول وبعديها يخطفني ويعمل فيها أي حاجة. وتالت حاجة بيقول لي تعالى نتمشى وفي نزهة مع بعضينا، قلت له ليتس جو وفرحت وعايز يوديني المكان ده. انتوا متخيلين عايز يوديني المكان اللي انا اصلا مش شايفه من الصوره؟ تخيلوا بقى لو نزلت في المكان ده في الحقيقه، والله العظيم اخاف. يعني بصوا باين عليه المكان ده تحتيه جوه في اضاءه وحاجات غريبه ولا ده الصبح مش عارف، ولكن اقول له لا ايها المخادع. تمام بس انت فعلا مخادع وكمان شرير، اما نشوف ابطال يقول ايه. تمام ليتس جو يا بيجي، اقول له باي بس ابطال بس لما اشوف ابطال رد فعله لما اجي اقول له باي. تمام في نص الكلام كده ابطال هو متحمس وفاكر بقى انا هاجي معاه وبيقول لي ايه بيجيمنج، وبقى تحسه بقى صاحبي اصلا. او ماي جاد الصوره دي ابطال معناها كبير قوي، الصوره دي ابطال انا اول ما شفتها وقلت يا ابطال اللي هو يقصد بالقبر اللي هو يعني عايز يموتني، ولكن مش اي حد يا ابطال يفهم الصوره، المفروض يا ابطال اللي هم هنا ممكن يعني بيكتبوا اسماء الناس اللي ماتت وكده. لا 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 انا خايف والله. اقول له انا لست اخاف منك، انا مش خايف منك، لازم يا ابطال تبينوا كده اليوم اللي احنا مش خايفين منكم. سو ايزي والله ما خايف، ماشي انا مش خايف منك. وماي جاد بعت لي نفس الكلام، لا 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 والله بقى. والله سلام 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 باي 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 والله بقى. هيكتب لي ليتس جو يا عم، امشي بقى يا عم انا طلعت والله يا ابطال انا اسف، والله طلعت يا ابطال انا مش قادر اتحمل الموضوع ده. ولكن الجزء المرعب يا ابطال من المقطع دايما بيكون في الاخر، واللي هو يا ابطال هنكلم سلندر مان فيديو كول، وده بصراحه الجزء الرخم لان دايما بيحصل صريخ. والله بجد مش مصدق ولكن متحمس جدا عشان اكلمه. يلا بينا يا ابطال نتكلم سلندر مان فيديو كول، يا رب نفسي ما يرد، انا نفسي ما يردش عشان انهي المقطع ويبقى شكرا يعني، يا رب ما يرد يعني. ايوه اقعد اتصل كده و او ماي جاد نفس المكان. اي شفتك تعال، والله ما لحقت، والله كنت خلاص اخد الصوره، ضربت المايك كده. تعال واقف طويل اهو. ماي جاد هي تعمل ايه؟ ما تبصليش كده يا جدعان، ارخم حاجه في السندر مان وحش. اوه وحش ما عندوش ملامح، وحش ما عندوش ملامح يا ابطال، وغريب قوي وطويل، اطول واحد في الدنيا ممكن تشوفه في حياتك. بسم الله بص الهدوء ده
قرب مني قرب مني صح، بيحاول يقرب مني عشان يخدني صح، عايز تقرب مني عشان تخدني صح. بصوا ايه، خد صوره. هبل انا ما كنتش يلا خلاص يو. بس المهم اللي اخدت صوره. يا الله يا جدعان والله العظيم تعبت، والله والله العظيم زهقت بس عشانكم، والله العظيم بعمل الموضوع ده عشانكم، بكلمه عشانكم، وبجد بجد بسبب لايكاتكم والكومنتات اللي قالت لي اعمل يا بلال سلسله على الموضوع ده، وانا بصراحه قلبي جامد. يعني انا مش بحب الرعب، ولكن بسبب المواضيع اللي بتحصل لنا قلبي بيبقى جامد كده، ومش بخاف من اي حاجه، وهني فيديو قلبي جامد مش جامد قوي يعني، بس عامه فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، مع هتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده يا بي جيمنج سوي سلام.